فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وإذا عجبك الفيديو اضغط لايك. سوق الفقع، سوق من الأسواق الشعبية في الكويت، يقع في سوق الجمعة. خلونا ناخذ فيكم جولة ونشوف عندهم اليوم 5 أبريل 2019، موافق ل 29 رجب 1440. ناخذ فيكم جولة ونشوف الفقع في الكويت. الفقع ورانا في الكويت، خلونا ناخذ فيكم جولة ونشوفه بكم وش عندهم ونشوف موسمهم. الله يساعدك حجي، كم حبيبنا؟ الله يساعدك حجي، مال وين ذا عمي سوري؟ وهذا وهذا بيش؟ هذا مال وين ذا؟ ايراني. نشوف بعد جولة سريعة هنا. سؤالين بس بعد اذنك. اول شيء، هذا السوق موسمي ولا على مدار السنة؟ موسمي. متى يبدا متى يخلص تقريبا؟ هذا ما عاد موسم، الموسم ماله الشتاء يروح بيض بعد منه حد هذا. ماكو هذا اخر الربيع يخلص. ولا بالشنو؟ هذا بالكيلو. ايش قد الكيلو؟ كيلو هذا 4.5 ب 4 4 دينار. اول سؤال، من هم اكثر ناس مرتادين هالاسواق ذي؟ سوق الفقع، الخليجيين الكويتيين بشكل عام يعني، ولا طبعا اهل البلد اكثر شيء، ومعهم الخليجيين. السعوديين شلون وجودهم هنا؟ يجون واجد؟ اي يجون. السعوديين السوريين بعد السنه بكثره يعني. السوري هذا بعد سوري عمي؟ هذا سوري ما شاء الله كبير. اول شيء هذا زبيدي ايراني. الحج سالناه قلنا لك من وين هو ايران يعني، في وين ايران يطلع؟ بالشيراز؟ لا صوب شيراز. صوب شيراز. طيب بس وين الاطيب؟ الريحه في فرق بالريحه حجي؟ اي هذا عراقي. الكبير اسهل في التكشير والتنظيف. اي ريحك بالتكشير. وكم اخر شيء عمي هذا؟ هذا 5 أبريل. ما شاء الله محلات هنا. وبكم السعودي؟ سعودي 5 دينار. وهذا مال وين؟ السوري. بيش؟ 3.5. 3.5 ما شاء الله. وهذا الاسود؟ ايراني 3.5 وبالكرتون بثلاثة. 3.5. الله يساعدك. الله يساعدك. اول سؤال، السوق هذا كم عمره؟ كم قديم من الزمان؟ قديم من الزمان، عام بالسبعينات. بالسبعينات. ايه. وموسمي؟ موسمي بس. يعني مثلا تقريبا متى يبدا ومتى يخلص؟ يبدا في موسم عندنا الجزائر والمغربي. ايه. يبدا مبكر. اها. غارية تفريغية. اها. صار مبكره. يجي موسمي شهر 11. اول 12. فالسنة لا، استبدى بشر من بعد بفجر. من مغرب ما مغرب. وان شاء الله على نهاية هذا اخر شيء. بذلك نكون اختتمنا جولتنا في سوق الفقع في الكويت. وهذا يبيع جراد بعد. خلنا ناخذ لقاء مرة واحدة. شو تبيع انت؟ جراد. جراد. ممكن. هذا مال وين الجراد ذا؟ مال السعودية. مدينة المنورة. المدينة المنورة. المدينة المنورة. بس بسألك سؤال. الجراد شنو طعمه؟ انا ما مره اكلته، ايش طعمه؟ مثل شنو؟ لا حلو بس يعني مقارب للربيان، السمك، حبول. ربيان. ها؟ ها قريب الربيان. واذا بكم هالشيس تبيعها؟ ثلاثة دينار. والله. دينارين ونص. دينارين ونص حج. الله يسلمك. الله بالخير. شو اسمك بالخير عمي؟ انا سيد عبد الزهر ابو عباس. حياك الله سيد. الله يسلمك. شو الفرق بين الفقع الايراني والجزاري والسعودي والانواع ذي؟ لغت دولة. ايه بين هاي الدولة، هذا دولة، هذا دولة بس. والفقع من خزائن الارض يعني نفس الطعام. تبي واصل؟ نعم. ايه تبي واصل ولا جديد؟ قديم؟ لا لا جديد، ابي حق حق الوالدة. ها والدي. مال وين؟ اتفضل. هذا سوري تو واصل وفك لك حبة حبة. ها حبيبي هذا يقول السيد انه هو جديد. هذا جديد سوري. ما زين كم تحسب لنا اخر شيء؟ كم دينار؟ 5 دينار كويت. هذا وزنته كم كله؟ شوف طلع وزنه 11600 تقريبا، عدل؟ 55 57. كم بتحسب لنا كله ذا الحين؟ 20. لا يب. لا لا 57.5. لا 52.5. 52 شنو؟ هذا 5 طيعناهم للحلقه. 52 دينار كويتي. كويتي. اللي هو كم يطلع؟ 11.5 كيلو. أيه؟ اللي وهذا هالسؤال. ما خلصت التقرير، وهذا حصلتنا من الفقع من الكويت.